صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 764 من كورس سي شارب دي بي اكزامبلز بارت. دلوقتي بفضل الله عاوزين نظبط ايكون للبرنامج. دي الايكون اسمها mysales.ico، تمام. حجمها 361 كيلو بايت. اخدها كت وادخل في ملفات البرنامج نفسها، ملفات المشروع. يعني ادخل كده معايا على السوليوشن، جوه السوليوشن خليها هنا احتياطي معايا، هنا خلاص. اما طبعا هستخدمها هي كده خلاص، مش على الديسكتوب، انا خدتها خلاص. كليك يمين هنا على البروجكت زي ما عملنا قبل كده، واختار بروبرتيز، ومن هنا الايكون، ايكون ديفولت ايكون، لا دوس هنا على ده كده، واختار دوكيمنتس، اختار فيجوال ستوديو 2015، اختار بروجكتس، البروجكت اللي اسمه ماي سيلز، واختار الايكون دي. وبعد ما تختارها اعمل ايه، سيف، وخلي ايه، خلي الايكون يتم تفعيلها على الاي اكس اي بتشغيل البرنامج. هنا بين ديبج اهي ما اتفعلتش. بص البرنامج مساحته قد ايه، 10 كيلو بايت. طبعا انت اول ما هتدوس كده على طول تاخد الايكون وتاخد المساحه وكل حاجه على طول. خروج بقى، بص كده مساحته على طول بقت 372 كيلو بايت. حاول تبقى عارف البرنامج بتاعك ليه حجمه كده، فاهمني؟ اهو انت لو خدت مثلا برنامج زي ده كوبي ورحت حطيته على الديسك توب بيست، بص شاف الايكون شكلها لذيذ، تحسسك ان ده فعلا برنامج ايه، مبيعات، متعلق بايه، بالفلوس. اهو شغل كده، اهو برنامج معاك، اهو واخد بالك. زودت شويه مش مشكله، بس ايه، ما تروحش بقى تجيب ايكون 6 ميجا او 5 ميجا، لا، يعني حاجه ايه، حاجه بسيطه. وبعدين البرنامج ده مش زي البرنامج اللي فات، البرنامج ده يبقى كبير وهنشتغل عليه كتير، فمحتاجين نختار له ايكون ايه حلو كده. طبعا كده خلاص اخترنا الايكون، فمش عايزين نكلف نفسنا مساحات اضافيه، مش كل فورم هاجي اقف عليها كده واروح لخاصيه الايكون واروح مختار نفس الايكون، لا، هقعد اكلف البرنامج زياده، لا مش عايز الكلام ده. خلاص امال هعمل ايه؟ هتيجي في اف ار ام ستارت الاساسيه، وهتيجي هنا هتدي الايكون للاف ار ام مين ستارت اهي،
زد اللي هي الاف ار ام ستارت دوت ايكون بتساوي. اقول لك على حاجه كمان، اقول لك تراي كاتش عشان برضو ايه ما تبقاش مقلق من اي حاجه. لو حصل اي حاجه مسج بوكس اعرض لي الخطا على طول خلاص، والغي الكود ده بتاع فتح الفورم. تعال هنا بقى this dot icon بيساوي من icon dot extract associated icon واديله ايه اسم البرنامج اهو، حتى لو انت خايف تتلخبط خده كوبي بيست اهو my sales dot exe من نفس المكان اللي انت عليه، ودخله هنا كده وتروح عامل ايه سيمكو. خلاص انت كده خدت الايكون حطيتها في الاصل. تقوم تيجي بقى بعد كده تعمل ايه، تعمل من الاف ار ام لوجن، تعمل منها اوبجكت تسميه اف ار ام، وده بيساوي نيو من الاف ار ام لوجن وقوسين فاضيين وسيمي كول. يجي بعد كده يا اف ار ام دوت ايكون اف ار ام بس دوت ايكون بتساوي ذس دوت ايكون وسيمي كول بس. يبقى انت كده ايه ما استهلكتش اي حجم الايكونز اضافيه خالص، هي مره واحده اللي حاططها في البروجكت بتاعك زي ما عملنا قبل كده بفضل الله. فاحنا كده بنوفر في الحجم، بنستخدم الايكون بس بنوفر في الحجم في نفس الوقت، واخد بالك؟ لان طبعا البرنامج اكتر حاجات بتاثر فيه وعلى مساحته الصور والايكونز والحاجات دي، فاهمني؟ شغل بقى كده، احنا ما عملناش شو اف ار ام دوت شو سين فاضيين وسين بالشكل ده كده. شغل بقى كده البدايه اهي، شايف؟ بص شايف الايكون عامله ازاي اهي، ايكون البرنامج اهي، واخد بالك؟ وادي ايه ظاهره تحت اهي، شايفها؟ تمام. بس فكده بفضل الله يعني تظبط معاك يعني. وممكن كمان ايه قبل شويه هنا لو جربنا كده this، جرب معايا تجربه، تجربه بس دوت هايد فيها، لان انت عاملها اوباستي وعاملها مفيش ملهاش اي لازمه خالص، بس ليه لا يعني، جرب شوف كده. بص شغال عادي، هي كده هايد اللي هي ايه الاس تي الاف ار ام ايه ستارت، هي كده ايه هايد تماما، فاهم الفكره اهي؟ شايف خروج؟ طبعا دي هتخرج، او لو عملت دي برضو ايه هتخرج. فكده ظبطنا الايكون لايه للبرنامج بتاعنا. وطبعا اي حاجه هنفتحها بعد كده اقفل بقى ستارت دي خلاص، إيه ستارت هتوصلني لوجن. انا بقى بعد كده هلعب في ايه، هلعب في اللوجن. اي حاجه اي شاشه هنعملها بعد كده ان شاء الله ونفتحها هنظبط لها نفس الايكون، سواء هناخدها من اللوجن او اف ار ام ستارت او اي حاجه تاني ان شاء الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة أكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما إنك أي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك أكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.